بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ذبيح كربلاء، يا من بقيت على رمضاء كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. يا غائبا يا غائبا طال انتظار محبه، يا غائبا طال انتظار محبه لظهوره وخصومه تؤذيه، عجل فديتك فالمصائب جمت منها كتمنا ضعف ما نبديه، أنسيت جدك وهو يقتل ضاميا؟ أيها الإمام المنتظر، أنسيت جدك وهو يقتل ضاميا جنب الفرات فعز من يسقيه؟ أنسيت ما بين الخيام عقائلا يؤذيك ما لاقين أن أرويه؟ أمست هذه زينب أيها الإمام المنتظر، أمست ولا مأوى لها بين العدا، أمست ولا مأوى لها بين العدا، والدمع من أجفانها تذريه، أمست وأمس الشمر يؤلم كتفها، أويلاه، أمست وأمس الشمر يؤلم كتفها. يقول لما رجع الزينب، الله أكبر، شايف زينب طلعت من المدينة بذاك العز ورجعت إلى المدينة بتلك الحالة، يقول ذهبت إلى مضيف الحسين سلام الله عليه، كان زوجها عبد الله جالس بدل الحسين بالوكالة، يقول كان أعمى البصر، زينب لها رائحة وهيبة خاصة، يقول لما جلست ما تكلمت، قال عبد الله كأني أشم رائحة زينب، قالت نعم يا ابن العم، قال زينب حدثيني عن سيد الحسين، قالت له يا ابن العم ماذا أقول لك؟ أقول لك أن الشمر جلس على صدر الحسين. قال لها زينب حدثيني عنك، يقول سكت الزينب، قال زينب أقسم عليك بالحسين إلا ما تكلمت. قالت له يا ابن العم يا ابن العيم فقد ضربوني بالصوت على ظهري. يقول صاح عبد الله
أيها الخادم غلق الأبواب. فقد ضربوا زينب على ظهرها. الله، أقول لك بعد كلمة وأعتذر من الإمام المنتظر. أنا بديت باسم الإمام. يقول لما رجعت زينب إلى المدينة كان لون وجهها كلون العباء أسود من ضرب الصياط. يقول محمد بن الحنفية ينظر وإذا بأمرأة تضرب برأسها وتهيل التراب على رأسها. صح يا زين العابدين، اخرج هذه المرأة عن النساء، هاي المرأة قتلت روح. يقول الإمام التفت إلى عمي قال عما على من تقصد؟ قال هذه المرأة. يقول الإمام صرخ صاح وعما وحسينا. صاح قال عما أتعرف من هذه المرأة؟ قال لا والله. قال عما هذه عمة زينب. يقول محمد تفاجأ هاي زينب. يقول ذهب وهو عليل مهرولا رمى بنفسي على أقدام زينب. صاح من هذه؟ زينب الهاشمية. هاي زينب الهاشمية، هاي عقيلة آل بني طالب. يقول من زمان ما سامع هالكلمة هاي زينب. يقول ما كانت تسمع إلا ضرب الصياط والشتم. يقول لما سمعت هذه الكلمة صاحت ومحمدا وعليا اتقل أخي من الآن فأنا زينب المسبي. وظلت تشكل أخوها. شو تقول؟ تقول أخويا كتن الهضم يا محمد. والله والأخواي والأخواي الجمر يسعر بدلالي. والله والأخواي والأخواي اجيتك لا ولد عندي. والأخواي وعفتهم جثث برض الغاضرين. يا وعفتهم جثث برض الغاضرين. يا ضرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الصادق سلام الله عليه بني الإسلام على خمسة: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية. فقال زرار بن أعين: يا ابن رسول الله، وأيهما أفضل؟ فقال يا زرار: أفضلهن الولاية، فإنها مفتاحهن. الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر لنا هذا الحديث وقال: بني الإسلام على خمسة. ثم ماذا؟ بدأ يعدد هذه الأمور الخمسة. قال: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية. زرارة واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وكما معروف ما قاله زرارة فهو ثقة وكلام موثوق، يعني زرارة كلامه ثقة. فقال الزرار للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أيهما أفضل؟ فقال يا زرارة: الولاية. زين، قبل أن ندخل إلى محتوى هذا الحديث علينا أولا أن نقول أن الفهم من هذا الحديث وفهمنا من هذا الحديث أن هناك بناء وهناك مبني عليه. يعني أن الإمام قال بني الإسلام، يعني هناك بناء وهناك ماذا؟ ما بني عليه. ما بني عليه هذه الخمسة، والإسلام هو الأساس.
ومن هنا نريد أن نقول ما هو المراد من الإسلام. اليوم كل واحد مسلم يفتخر ويقول أنا مسلم. زين، تعريف الإسلام شنو هو؟ لما يجيك واحد الآن ويقول لك يابا شنو تعريف الإسلام، أنت هويتك الإسلام، شنو تعريفه؟ العلماء قالوا تعريف الإسلام هو ماذا؟ أن نطق بالشهادتين، أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين أصبح مسلما. يعني لا يجوز، لا يطلق على الشخص أنه مسلم حتى ماذا؟ يدخل من بوابة الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني الإنسان أولا بهذه الشهادة يدخل أول بوابة يصبح مسلما، وإذا أصبح مسلما ماذا؟ تترتب عليه عدة أمور. من هنا ملكني عقلك، يعني الإنسان إذا نطق الشهادتين أصبح ماذا؟ أصبح مسلما. إذا أصبح مسلم تترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول، لا يجوز لأي شخص إخراج من الإسلام، هذا أول أمر. إذا واحد نطق بالشهادتين ما يجوز لأي شخص ماذا؟ أن يقول هذا قد خرج من الإسلام أو هذا كافر. إطلاق كلمة الكفر على من نطق الشهادتين مو من حق الغير. إذا تسمع واحد اليوم مولانا عند لهجة مال كافر كافر كافر، هذا التطفل، هذا أصلا ما يحترم، هذا أصلا ماذا؟ هذا أصلا ما إلى أي وجود، لا بالكلام ولا بالمعنى ولا بالإشارة. لأنه القاعدة العقائدية هكذا تقول، تقول بأنه الشريعة من نطق بالشهادتين أصبح مسلما، وإذا أصبح مسلم لا يجوز إخراجه عن الإسلام، هذا أولا. ثانيا شنو؟ ذبيحته تقبل منه، إذا ذبح ذبيحة تقبل، لأن احنا الآن لا نأكل الذبائح إلا من مسلم، إلا من مسلم. وبعد وكذلك يزوج، يعني إذا خطب امرأة مسلمة يعطى له، يعني إذا تزوج بمسلمة زواجه صحيح لا أشكال فيه. لأن عندنا احنا الكافر لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن يزوج. هسه تتزوج أنت، هذا تفصيل، يعني لاحظ العبارة شلون، أنت تنطي الكافر ما يجوز مولانا، بس أنت تأخذ من يهودي نصراني هذا على تفصيل، وهناك نقاش بين العلماء. أحسنتم، من باب الكتابية، هل زواج منقطع، هل زواج دائم، إذا كان في مكان لا توجد فيه مسلمة إلى آخره، هذا كلام طويل عريض موجود بالرسالة العملية. المهم أن هذا المسلم يزوج. وبعد لما قلنا ما يخرج عن الإسلام ولا واحد ماذا أنه عند تصريح يخرج هذا الإنسان عن الإسلام، نعم هذا الإنسان ممكن هو أن يخرج عن الإسلام. لاحظ العبارة، ما الواحد يخرج عن الإسلام ما يجوز، بس هو يخرج عن الإسلام صايرة. ولهذا ماذا قالوا؟ اللي يخرج عن الإسلام يسمى بالمرتد، يسمى بالمرتد، الكافر المرتد. شنو كافر المرتد مولانا؟ ينقسم إلى قسمين، اللي الآن واحد ينطق بالشهادتين ثم ماذا يخرج عن الإسلام، هذا يسمونه كافر مرتد، هذا هو بذاته بنفسه خرج ماذا؟ خرج عن الإسلام. فقالوا المرتد على قسمين، مرة مرتد فطري ومرة مرتد ماذا؟ ملي. المرتد الملي شنو؟ يعني كان كافرا ثم دخل للإسلام ثم خرج من الإسلام. أنا قبل فترة من الزمن أسمع يقال هكذا، أنه أكثر من 400 عائلة في ألمانيا ذولا كانوا ماذا؟
كانوا على الدين النصراني على الدين المسيحي، ثم ماذا؟ ثم دخلوا للإسلام بسبب بعض تصرفات أبناء المسلمين، خرجوا من الإسلام ورجعوا وين؟ رجعوا إلى النصرانية، لأن شافوا في القضية خارجة عن العقول، لا رحمة لا كذا. المهم فهم على قدر عقولهم ما ذهبوا إلى النبي وآله، راحوا إلى جانب آخر، شافوا التلفاز ما تلفاز وغيره والذبح والقتل، تركوا الإسلام. قالوا هذا إسلام، وإلا تعال أنت، أنا قاري لأحد الكتاب الكبار من الـ من الـ من الأجانب، يعني أوروبي الرجل هذا، هذا الرجل أصلا مسيحي، هذا الرجل تدري لازم شو يسوي؟ يقدس من؟ يقدس نبيه عيسى، لأنه يعني هو نبيه. هذا الرجل قبل فترة من الزمن يقول نظرت إلى الدنيا فلم أجد أفضل من محمد. اليوم مولانا النبي حاطين له صورة في أوروبا ومخلينا شنو مولانا حمامه وعليها شنو تي ان تي. هذا اللي إجا رحمة للعالمين. هذا مين إجا؟ تصرف أو لا تصرف من؟ تصرف بعض المسلمين أوصلوا هذه الصورة للعالم. المهم فهذا يسمونه مرتد ملي. يعني شنو مرتد ملي؟ يعني كان كافرا ثم دخل إلمن إلى الإسلام ثم ماذا؟ خرج من الإسلام. هذا شنو حكمه مولاي؟ هذا حكمه إذا كان متزوج مسلمة، هاي المسلمة رأسا انفصلت عنه وتعد عدة الطلاق ثلاث حيضات، يعني ثلاثة أشهر، خلينا نقول بهاي المدة قبل الثلاثة أشهر إذا ندم ورجع للإسلام زوجته ترجع له. لاحظ العبارة، هذا إذا كان طبعا بشرط إذا كان قد أدخل بها، أي واحد. أما إذا كانت لا بس مخطوبة أو لا أنها آيسة وصلت إلى عمر انقطعت عندها الدورة، هذه مجرد أن يخرج هذا عن الإسلام أصبحت ماذا؟ أجنبية عليه. وبعد وأمواله لا تقسم، لا تقسم حتى تنتهي المدة، ولا يقتل، ولا يقتل. زين، إذا كان كافرا ومرتدا فطريا، يعني شنو المرتد الفطري؟ المرتد الفطري مسلم وخرج عن الإسلام، مسلم وخرج ماذا؟ عن الإسلام. زين، هذا شنو حكمه؟ هذا حكم مولانا أول ما تبان عليه علامات الخروج أينما يوجد يقتل حتى لو تاب. أنا عم اعتذر، عم أنا ندمت، نقول له إيه لعل الله يتقبل توبتك، نجيبه مولانا نغسل نسبحه، نسبحه غسل الميت، نكفنه كذا ونضرب عنقه. هذا واحد. بعد تترتب عليه ثلاث أمور. ثانيا زوجة رأسا ماذا؟ تعد عدة الوفاة، ومن بعد 14 أيام تروح تتزوج. هاي اثنين. ثلاثة تقسم أمواله بالكامل، حتى الدجداش اللي عليه ناخذها من عدن نقسمها على الورثة. يعني حتى لو أنه ماذا؟ ندم ورجع وين؟ ورجع للإسلام وهرب في مكان آخر، نقول له هاي الأموال مو من حقك، روح ابني أموال أخرى، روح اشتغل وابني أموال جديدة. هاي الأموال تقسم لمن؟ على الورثة. وأينما يوجد يقتل. ليش؟ لأنه خرج من ذمة الإسلام. لاحظوا العبارة. إذن هذا الإنسان إذا نطق بالشهادتين هو مسلم، لا يجوز لأي شخص إخراج من الإسلام إلا أنه إذا ارتد فهو خارج، يعني بالنفس. أما المرتد الملي لا، إذا خرج عن الإسلام لا يقتل ولا تقسم أمواله، وزوجته تعد عنه عدة ماذا؟ عدة الطلاق. إذا رجع مولاي نقول له ارجع الله وياك، لا تقتل، أموالك لك وزوجتك لك. زين، يسألنا واحد سؤال يقول الشيخنا إذا كانت امرأة، أنت الآن كلامك كله على الرجل، امرأة ارتدت هسه سواء كانت ملية فطرية، يعني كانت بالأصل مسلمة ثم ارتدت عن الإسلام، إي مولاي هاي لا تقتل
ولا كذا ولا تقسم أموالها، وبعد ولكن زوجها لا يحل عليها، زوجها بعد ما يحل عليها. وكذلك المرتدي الملي اللي قلت لك شنو مولانا، ها، يخرج عن الإسلام ببعض تصرفات المسلمين. مع الأسف يعني هذا الدين أدخل الناس أفواجا أفواجا إلى دين الله، والدليل أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد اللي من الأنبياء أدخل الناس أفواجا أفواجا إلى الإسلام، ولكن مع الأسف ببعض تصرفات بعض المسلمين أخرجوا ماذا؟ أخرجوا المسلمين وأخرجوا من دخل إلى الإسلام أفواجا أفواجا. وهاي بعد ما أدري هسه هذا هل هو جهل هل هو تخطيط، الله ولي العلم، الله يعلم ما في القلوب. المهم تشوف بأنه خاصة تدري هذا اللي يجي يعني كان نصراني أو غيره ويدخل للإسلام، يدخل شنو؟ يدخل قماش بيضاء، يعني شنو؟ يجي مندفع علما إلى الدين والتدين، إلى الدين والتدين. أو خاصة شوف أنت تعال حتى الإسلام يتعامل وياه بالرحمة. ليش؟ أنه اليوم الإنسان إذا دخل إلى الإسلام عليه أن يذهب إلى رجاله، ما يروح منا ومنا، لأن إذا يجي إلي أو غيري أظل جسد مولاياني، أطبق رجل على رجل وأظل أتفلسف براسه، سوي كذا أو لا سوي كذا. هذا يوم للأيام واحد في أيام الصادق سلام الله عليه رجال نصراني ودخل للإسلام، ستورط على عمره، يقول دخل للإسلام، لما دخل للإسلام أمه ظلت نصرانية، فش قالوا لبعض المسلمين مثله مثل غيري، ها، اللي هم صاروا علماء في راسه، فش قالوا له؟ قالوا له اترك أمك عليها لعنة الله، ها، وبعد ولا تنظر إليها فإنها كافرة. قال من الرجال عم هسه حتى لو بزونة قطة أنا مربيها هم لازم أنظر لها، لك هاي أم 9 أشهر حملتني في بطنها وانطتني وسهرت علي ليالي، معقول الإسلام هكذا هو قاسي؟ يقول ظل متحير فترة من الزمن، طاح لبواحد خوش ولد، قال له يابا الإسلام عندكم هيك قاسي؟ قال أنا ما عندي هكذا معلومات، ولكن أنت ليش ما تذهب إلى المعلم الأكبر؟ قال له من هو؟ قال له الإمام الصادق سلام الله عليه موجود. يقول هذا هم ضرب جواده وراح للمدينة، يقول دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله أنا رجال كنت ماذا نصراني، الحمد لله الله هداني علما للإسلام، ولكن بقت أمي، بعض المسلمين جزعون بأمي، هذا يقول لي كافرة وهذا يقول لي ملعونة وهذا يقول لي عين نجاسة، وبالتالي أنا أمي مسكينة باقية بالبيت وحدها وأنا تركتها لأن أنا جاي بصدق إلى الإسلام. إيش قال للإمام؟ قال من الآن، الآن تذهب إلى أمك وتنزل على أقدامها تقبلها. قال معقول؟ قال طبعا. قال لا، حتى لو كانت ملحدة عليك ماذا؟ عليك بالتذلل إلى أمك. يقول ذهب الولد رمى بنفسه على أقدام أمه قبلها، يقول لما نقبلها أمه إلها كلمة حلوة، إيش قالت له؟ قالت بني أرجعت إلى عقلك وتركت الإسلام؟ قالت لك ابني اللي في الإسلام اللي فرق بينه وبين ابني هذا مو دين صحيح. قال لا والله. قالت عجبا، أنت تركتني فترة من الزمن. قال لها ذهبت إلى المعلم الأكبر، إلى الإمام الصادق، إلى حجة الله، وأخبرني أنه ماذا؟ أن أقبل أقدامك وأن أجلس ما بين يديك. قالت أهو هكذا قال؟ قال لها إي والله. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولهذا تشوف النبي أعلن إعلانا رسميا من قبل 1400 سنة، قال من آذى ذميا فقد آذاني. أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر بالكوفة، واحد وي الإمام قاعد يمشي، شاف لرجال كبير على صدره الصليب قاعد،
يقول هذا اللي مع الإمام فتح عين عليه كأنما غاضب عليه. الإمام قال له ليش تباوع عليه هكذا؟ قال يا أمير المؤمنين ما شاف حاط الصليب؟ قال هذا دينه، ليش الرجل هنا على بالشارع؟ قال له يا أمير المؤمنين هذا أهله استخدموه فلما أصبح كبيرا طردوه. قال ويلكم أتستخدمون الرجل فإذا أصبح كبيرا تطردوه؟ قال خذه أنت اللي خزرته، أنت الشيله وتودي ماذا؟ تستأجر له من بيت المال خادما وبيتا ومعاشا مأكلا ومشربا حتى يموت. تعال بدينك أنت، إذا ذيك الدول تشوف هذا التقييم وتشوف أنه نظر الإمام علي إلى الإنسان، واليوم عرفوا هم عرفوا أنه قيمة الإنسانية وين، ولهذا تشوف أن القلوب والأبصار شاخصة علما إلى مدرسة محمد وآل محمد. فهذا معنى الإسلام. فالإمام يقول بني الإسلام على خمسة: على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى الزكاة وعلى الولاية. ثم قال زرارة وأيهم أفضل؟ قال الولاية فإنها مفتاحهن. ليش الولاية؟ ليش مو القرآن؟ يقول القرآن ما ينفع أن يكون مفتاح. ليش ما ينفع؟ يقول لأن القرآن صحيح كتاب ودستور ولكنه يحتوي على جمل، هذه الجمل إجمالية لا يمكن فهمها إلا ماذا؟ إلا لناس مخصوصين. يعني أنت الآن لما تجي إلى القرآن تجد أن القرآن يذكر الصلاة، ولكن هل يذكر عدد الصلاة؟ هل يذكر مبطلات الصلاة؟ لما تجي للقرآن تشوف القرآن يذكر ماذا؟ يذكر الصيام ولكن مبطلات الصيام. هاي كلها اجوا اهل البيت بينوها ان السنة النبي واهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا تشوف ان الامام الباقر عليه السلام من قبل كذا يقول لولانا ما عبد الله. ليش ما عبد الله؟ يقول لانه ما حد يعرف رب العالمين ولا شريعة رب العالمين، احنا اللي عرفنا الناس بشريعة رب العالمين. لاحظ العبارة شلون. هذا واحد يوم من الأيام زنديق يلتقي بهشام بن الحكم. هشام بن الحكم واحد من تلامذة الصادق سلام الله عليه، وعالم جليل. يعني كان الصادق لما يجي واحد زنديق يريد يتحاجج ويا الإمام، الإمام يوجه له من؟ هشام. يقول له هشام روح حاججه، لأن واحد من الطلبة البارزين. هذا الزنديق التقى بهشام، هشام كوفي وهذا الزنديق هم كوفي. قال له يا هشام انت عالم ويشار اليك بالبنان، انا عندي سؤال ممكن؟ قال ممكن. قال له القرآن حكيم لو مو حكيم؟ قال له حكيم. قال له الله عادل؟ قال اكيد عادل. قال له زين. قال له في سورة النساء لما اجى القرآن وقال، شوف حتى تعرف الجمل اللي ما يفهموها الا اهل البيت لان ما نفهم معنى. فقال له في هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الى اخرها فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. صحيح ولا؟ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يا هشام صحيح هاي الآية؟ قال صحيح. قال زين. قال بنفس الآية بنفس السورة هناك آية القرآن يقول لن تعدلوا بين النساء. قال هذا مو تناقض؟ يعني الأولى يقول لي ماذا؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ويجيني بآية أخرى يقول لي لن تعدلوا بين النساء. هشام داخ، هشام بعلمه داخ. قال له والله ما أدري. يقول ضحك هذا الزنديق ومشى. هشام ما نام، يقول ركب على ظهر جواده وطلع وين متوجه؟ إلى المدينة. يقول بعد أيام وعناء وتعب وعطش وجوع وصل للمدينة، دخل على الإمام الصادق. الإمام شافه بحالة يرثى لها. قال يا هشام
هذا الوقت لا هو وقت موسم حج ولا هو موسم عمرة، فما الذي جاءك، فما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا ابن رسول الله سؤال. قال شنو هذا السؤال؟ قال الله سبحانه وتعالى بنفس السورة يقول على فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. زين، قال صحيح. قال بنفس السورة الله يقول لن تعدلوا بين النساء. هذا تناقض لو مو تناقض؟ الإمام ضحك قال أشرب لكم مية وارتاح وانتبه لي. يقول هم شرب ما يرتاح؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال لا أبد ما يوجد كل تناقض. قال شلون؟ قال الآية الأولى تتحدث عن العدالة المادية. شنو العدالة المادية؟ يعني ماذا؟ إذا خذتم اثنين نساء اعدلوا فيما بينهن. إذا اشتريت ثوب لهاي اشتري ثوب إنمن لهاي، وإذا اشتريت بيت لهاي عليك ماذا؟ أن تشتري مسكنا لهذه، وإذا أطعمت الأولى عليك بإطعام الثانية. قال لي قال أما الآية الثانية فتتحدث عن القلوب والعاطفة. القرآن قاعد يقول لك ما تجمعها الاثنينات بقلب واحد كذب، لو الأولى لو الثانية. لن تعدلوا بين النساء يعني ما تحبونهن الاثنينات أبدا. أما إذا تقل الأولى أنا أحبك والثانية أنا أحبك، هذا كلام مولانا. أما القلب لا يحتوي إلا على واحدة، فالقرآن سمح لك يدري بأنك ما تتحمل وقلبك لا يتحمل أنه ماذا يحمل الاثنين، فانطاك الاختيار قال لك أحمل لك واحدة ما يخالف. لن تعدلوا بين النساء. يقول رجع حشام لقى الزنديق قال تعال، قال خلنا نعطيك الجواب. يقول انطاك جواب، يقول ضحك هذا الزنديق قال والله ليس منك هذا، مال الجواب من عندك أبد، ولكنك ماذا شددت الرحال إلى معلمك جعفر بن محمد الصادق. قال صدقت والله، اللهم صل على محمد وآله. شوف هذا معناه من أقول لك أن الولاية والولي والحجة هو المفتاح، لأنه لا يمكن لنا أن نفهم القرآن. علينا بمن؟ علينا بأناس من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. بس الناس مولانا بعض الناس ما عندهم ذاك الإيمان أن يتمسكوا بالولاية، لأن الولاية هي أفضل منظور وأفضل طريق إلى الحق. علي بن أبي طالب أيها الناس الصراط صراطان، صراط في الآخرة أحد من السيف أرفع من الشعرة، وصراط في الدنيا والذي نفس محمد بيده أنا الصراط المستقيم إلى الله. الله يرحم السيد الحداد عالم جليل من طلبة السيد القاضي، عالم جليل. هذا يوم من الأيام دخل إلى قرية في إيران وشاف القرية تعبانة ما عدها أكل كذا، فهو أنزل رحاله رايح متوجه لعلي بن موسى الرضا سلام الله عليه. يقول أنزل رحاله وين؟ في المقبرة، في مقبرة تلك المنطقة. يقول توضأ وصلى، قبل أن يطلع من هالقرية هاي صلى ركعتين وتوجه إلى الله أنه ماذا؟ الله ينزل الخير على هذه القرية. يقول بعد سنتين ثلاثة إجا هم زاير، يقول هاي القرية كلها بأطفالها ونسائها ورجالها طلعوا يستقبلوه، هذا يقبله بأقدامه وهذا يقبل بأياديه. يقولوا له سيدنا منذ اليوم اللي صليت فيه أو طلعت إلى هاي الساعة ما عندنا في القرية فقير. سبحان الله، هاي من البركات. هذا السيد الحداد إلى فد كلمة، طبعا معروف إلى ترجع لكتابه، هذا الرجال كان ينظف
ويمسح منظف ها وين في صحن أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هذا كان عنده سبحان الله هذا كانت عنده معجزة في كل يوم. شنو معجزته مولاي؟ معجزته يجمع الأطفال والناس الفقراء ويجمع التراب وينطق بكلمات يضرب التراب يتحول إلى دراهم. راجع سيرة هذا الرجل العظيم، راجع سيرته وشوف السيد الحداد أنه كان يصنع الحديد للخيل فسمي بالسيد الحداد. هذا كان ماخذ عهد على نفسه أنه الشلد يربح باليوم هو والفقير بالنص، يرفع يعني يربح دينار نصف دينار للفقير ونصف دينار إليه، يربح 10 دنانير 5 دنانير للفقير أو 5 دنانير شنو إليه. هكذا كان عامل عقد مع الله سبحانه وتعالى حتى الله أوصله إلى ذلك المقام. هذا العالم ماذا يقول؟ يقول من أراد طريقا سريعا سهلا مختصرا إلى الله فعليهم بالحسين. شو الكلام عظيم هذا؟ يقول من أراد طريقا سريعا سهلا مختصرا إلى الله فعليكم بالحسين. يقول الحسين أسرع الطرق إلى الله، أسرع الطرق إلى الله لأنه باب الله. بحر العلوم جد الأسرة كان فاقد بصره رغم علميته ومكانته، كان يوقف على الشاي يوقف على الكذا يصنع في محرم يقوم بالعزاء. قالوا لسيدنا طلبته سيد محمد جد الأسرة مولانا تعرف شنو هذا؟ كان أمه تقول له يمه ليش أنت ما تروح تزور علي بن أبي طالب؟ نهار كله يكتب هو. يقول إلى أن كسعت لح عليه قال أمه شو تعالي خلنا نروي الشغلة. يقول صعد على الصاط وقف عنده مقابل قبر الإمام قال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإذا بالنداء رد عليه وعليك السلام يا ولدي محمد. قال هز عرفتي بعد تعوفين براحتي؟ قالت لله ياك. هذا العالم الجليل الكبير، هذا العالم يصنع الشاي والكذا في مواكب الحسين. يسألونه يقولون سيدنا انت مقامك عالي تقعد واحنا نشتغل. قال لهم انتم ما تعرفون وما شفتوا اللي شفته انا. قالوا له سيدنا شنو شفته؟ قال كأنما القيامة قد قامت وأرى رجال بسطاء يذهبون إلى مكان ما. سألت من صاحب هذا المكان فقالوا الحسين. يقول أرى الناس، هو يقول رأيت الناس تدخل أفواجا أفواجا إلى الجنة باسم الحسين سلام الله عليه. يقول من تلك الساعة عقدت النية أن أكون خادما للحسين سلام الله عليه، لأن سفينة الحسين أوسع وأكبر. هذا واحد من علماء مولاي ترى النية، هذا واحد من علماء الحلة، كان رجل عالم. يقول كنت أصلي، يقول أكو ولد صغير كان يجي يلقن في الصلاة قد قامت الصلاة ركوع سجود تشهد. يقول ولد يجي ويا والده يعني مو قضية مو يمي. يقول سبحان الله فجأة اختفى الولد، هم القضية مو يمي، ولد يجي ولد يروح ومسجد مفتوح للكل. يقول اللي ألفت نظري شنو؟ يقول حضرت يوم العاشر مجلس للحسين سلام الله عليه، ويقول بكيت هواية وشايف اللي يبكي. يقول صار عندي خمول فنمت. يقول كأنما القيامة قد قامت. يقول أشوف الناس أحباب الحسين متجمعة من ضمنهم هذا الغلام. يقول صارت عينه على هذا الولد الصغير. يقول لما صارت عينه على الولد هذا يقول اجى النداء يا اهل الجمع غضوا من ابصاركم فقد اقبلت فاطمه. يقول الساده ابناؤها ظلوا يباوعون اولادهم. يقول انا من ضمنهم. يقول جاءت الزهراء الحسين يقول استقبلها قبل ايدها. قالت له بني حسين هاي الوادم كلها في ضيافتك إلا هذا الغلام.
يقول احتضنت الغلام وهي تقبله وتبكي، تقول له هذا الغلام في ضيافتي أنا وهاي الناس كلها في ضيافتك. يقول أنا استيقظت تعجبت من هذا الأمر، سألت وين أهل هذا الغلام؟ يقول يوم ثاني يوم جابوا لي الخبر يابا في القرية الفلانية. يقول أنا ركبت السيارة ورحت، يقول طرقت الباب وإذا بولد، يقول الولد طلع للغلام سيدنا حياك وبياك، يقول قبل يدي وأجلسني دخلني للبيت. يقول قلت له تعال أنت شنو اللي مسويه؟ قال شنو؟ قلت له أولا كنت تجي للمسجد بعد ما تجي، الآن اليوم أنا شفتك في عالم الرؤيا، الزهراء أخذتك في ضيافتها، أنت شنو الصاير وياك؟ يقول بكى هذا الغلام، قال سيدنا أنا كنت أجي للمسجد وي والدي ووالدي توفى بعد ما أقدر أجي، وبعد قال له وأنا ظليت الوحيد لأمي لازم أدور عمل حتى أجيب لقمة العيش. قال سيدنا والدي علمني وأنا صغير لما نروح إلى كربلاء يشتري لي سطلة يحط بها ماي، يقول لي وزع على من؟ على زوار الحسين. فأنا أوزع الماء على من؟ على زوار الحسين. يقول له هاي السنة، يقول له أنا ما خلاني هذا الأستاذ مالتي أن أذهب إلى كربلاء، كان قاسي القلب. يقول له حرت يوم عاشوراء، أنا متعود على هذا الأمر. يقول له سيدنا أخذت الماء إلى الصحراء وصحت بنا وناديت على الأغنام اشربي على حب الحسين. يقول له سيدنا، يقول له رأيت الأغنام تبكي كأنما هي تمتنع عن شرب الماء. يقول له عملت عزاء وحدي هناك. يقول نظر إليه قبله، قال لك أنت في رحاب الزهراء، أنت مع الزهراء. سبحان الله، أقلها مولاتي هذا غلام عمل هالعمل هذا، أنت خليتي في هاي المنزلة، فكيف بأحباب الحسين؟ الإمام الصادق يقول من بكى أو تباكى علينا، ماذا على الحسين؟ ضمنت له الجنة. إي والله، أقلها سيدتي مولاتي أنا اليوم بودي والله أنا أتوجه إلى شخص هذا هم عزيز على قلبك، ألا وهو القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. الإمام الرضا يقول من زار أخي القاسم كأنما زارني. أرد أسمعك قصة مولاي، هاي القصة فيها استجابة الدعاء. هذا هرب من الظالمين ما يعرف وين يروح، يقول وصل إلى الشاطئ شاف اثنين بنات أخوات، واحدة تقول للثانية لا وصاحب البيعتين والضارب بالسيفين أبو الحسن والحسين. يقول لما سمع اسم علي ارتاح هواية، جاءها أمة الله أنا دور على شيخ العشيرة، قالت لشيخ العشيرة والدي. يقول أخذوني إلى المضيف، أدخلوني في المضيف، عادة العرب ما يسألون الضيف إلا بعد ثلاثة أيام. يقول بعد ثلاثة أيام إجا شيخ العشيرة، قال لبني ما عرفتنا باسمك، اسم عشيرتك، حاجتك شنو؟ قال أما اسمي فأنا الغريب ابن الغريب، وبعد وأما حاجتي أنا أرد أعمل في قريتكم هذه. قال ما عندنا سوق حتى تعمل، قال لا هناك عمل. شنو العمل؟ قال أحمل الماء للبيوت. ليش مولاي الماء؟ لن يعرف علاقة أهل وأجداد بالماء، يعرف علاقة جد الحسين بالماء، أنا شلون أشرب لذيذ الماء؟ حاشة وأهل قضوا كلهم عطاشة. يقول خل هالغلام هالغريب هذا يحمل الماء. يقول يوم من الأيام اجت بنت شيخ العشيرة باكية تقول لأبويا هذا الغريب أبكى النساء والأطفال والرجال. قال لها بنية وما الخبر؟ قالت لأبويا لما يجي إلى الفرات يريد أنه ماذا يملأ القربة، ينظر إلى الفرات ويبكي ويقول يا فرات
إلى الآن تجري وقد حرم منك الحسين. إلى الآن يا فرات تجري والحسين مات عطشان، تقول لأبويا كل ما يأتي يبكي عند الماء. سبحان الله، صالفت سمعة وقرب عند شيخ العشيرة. يوم من الأيام اسمع يا موالي، يقول شيخ العشيرة طلع مع الرجال سافروا إلى مكان ما، يقول اجد غزاة أخذوا الأغنام والنساء، يقول أخذوهم، يقول هو واقف فصاح علي من على بنت شيخ العشيرة، قال لها علي بالجواد والسيف. قالت له أنت ساقي، شأليك بالجواد والسيف؟ يقول صرخ بوجهها، جابت له الجواد والسيف، يقول ركب على ظهر الجواد، يقول جعل الرؤوس تتناثر يمينا وشمالا وأرجع النساء والأغنام، يقول وهو على ظهر الجواد. هاي بنت شيخ العشيرة، قالت له يا غريب يا غريب، إن والدي قد حدثني عن رجل في كربلاء يجعل الرؤوس يمينا وشمالا وهو العباس، ألك قرب مع العباس؟ يقول لما سمع رمى بنفسي من على ظهر الجواد، قال له أين أنا وقمر بن هاشم؟ ليش ذاك كافل زينب سلام الله عليه؟ أنا تجيبيني لأبو فاضل؟ يقول بقى شيخ العشيرة سمع بالقصة، قال والله لأزوجن واحدة من بناتي. اسمع بالله عليك، حضر حاجتك. يقول شيخ العشيرة إجا قال له بني أترغب بالزواج؟ قال له إيه أنا راغب. قال له اختر واحدة من بناتك. قال له أريد اللي تقل لي أنت شبيه العباس، هاي أريدها زوجتي. يقول تزوجها، دخل عليها، يقول لما دخل عليها وجدها باكية، قال لها أمة الله يا بنت العام إذا كنت مجبورة أنا أنسحب. قالت لا والله، ولكن النساء تقول لي إن زوجك لا حسب له ولا نسب. يقول جلس على الأرض صاحب محمد، قال لي يجي يوم أخبرك. يقول سبحان الله، رزقه الله بطفلة، يقول هالطفلة صار عمرها 5 سنوات، يقول تلعب مع الأطفال، اجت تصرخ أباه أين حسبي ونسبي؟ قال بني ما الخبايا؟ قالت لأبويا الأطفال يقولوا لي يا بنت الغريب الذي لا حسب له ولا نسب. يقول جلس على الأرض صاح وعليا ومحمدا، سقط على فراش الموت. اجى شيخ العشيرة بني ذول أطفال ملك شغل بيهم؟ قال اجلس يا عم سوف أخبرك بحسبي ونسبي. قال أما مدينتي فتلك مدينة رسول الله، وأما والدي فهو الإمام موسى بن جعفر. يقول الرجل ظل يلطم على رأسه، ابن الإمام يعمل عندنا خادم؟ قال له هذه كانت رغبتي، وأنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، ولكن يا عم إذا مت فغسلني وكفني وصلي علي، وخذ ابنتي هذه اليتيمة معك إلى المدينة، الله سبحانه وتعالى سوف يوجهها إلى بيت صغير، فاعلم إن أمي في ذلك الدار. يقول مات، غسل، كفل، صلى عليه، سبحان الله. يقول أخذت الطفلة معي، هذا الشيخ العشيرة يقول، يقول كانت الطفلة ضاحكة مبتسمة، مجرد أن نظرت إلى بيوت المدينة صاحت وأبتا وقاسما. يقول ظلت تشم بالأبواب بابا بعد باب. يقول إلى أن وصلت إلى دار صغير، أطرقت الباب،
وإذا بأمرأة من داخل الدار صاحت من الطار، صاحت الطفل أنا، صاحت المرأة والله يا هذا صوت ولد القاسم. يقول خرجت المرأة وإذا بطفلة جالسة جلوس اليتامى واضع رأسها بين ركبتيها، نادتها بنية أين أبوك؟ قالت أمها قد مات في دار الغرب. يقول المرأة لطمت رأسها على جدار سقطت وإذا بها قد أغمي عليها، كأني بها تنادي تقول لها يا ابني ما ذكرت أمك وحنيت وعفتني من الطبق ضاري. الله، وبعد شايف الأم مولاي تترك الدنيا بما فيها من أجل الولد، ها تقول له يا ابني ولا مال أنا ردك ما رد الدنيا ولا مال تحضرني لا وقع حملي ولا مال يا قاسم خابت ظنوني ولا مال وعند الضيج يا ابن قطعت بي. يا الله، إلهنا بالإمام موسى بن جعفر باب الحوائج. يا الله، والله أنا اليوم كثير من الناس وصونا بالدعاء، وحقيقة أنا أدعو إليهم وأدعو إليكم، ولكن الدعاء أنا أطلب رجاء مني ومنكم ونحن في حضرة الإمام موسى بن جعفر، في حضرة مولاي علي بن موسى الرضا، في مكان في مجلس القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. خلونا مولاي ندعو إلى الملة خادم الحسن. والله أنا عاقد النية من أول ركوبي على هذا المنبر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. إلهنا وسيدنا ومولانا، أقسم عليك بباب الحوائج موسى بن جعفر، يا الله أقسم عليك بسلطان آل محمد علي بن موسى الرضا، أقسم عليك بالعزيزة عزيزة الإمام فاطمة المعصومة، أقسم عليك بأولادي وذرية الإمام موسى بن جعفر. إلهي أقسم عليك بالغريب ابن الغريب، إلهي شافي مرضانا، يا الله ولا سيما خادم الحسين الملة، إلهي اشفيه من مرضي، ادفع عنه الهم والغم، والمرض الساعة الساعة، العجل العجل، يا الله. إلهي من أوصانا بالدعاء، إلهي اشفي مرضاهم واقضي حوائجهم وارحمهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي مؤسس هذا المأتم الشريف، إلهي اقضي حوائجهم واشفي مرضاهم، إلهي وادفع عنهم الغم والهم، إلهي تقبل منا ومنهم صالح الأعمال بخدمة الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.